اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة الفيديو بتاعنا سهل وبسيط جدا. قبل ما نبدأ مع بعض، إن كنت لسه أول مرة تشوفيني ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. نبدأ مع بعض بسم الله. هنعمل مع بعض النهاردة صدر دائري، وهوريكم طريقة التقسيم بتاعته كمان في الآخر. احنا عملنا قبل كده صدر دائري عادي بغرزة العمود بلفة عادي خالص، هسيبهولك في صندوق الوصف اللي هو صدر الدائري العادي بغرزة العمود بس، يعني مفيهاش اي غرزة تانية، وهسيبهالك في صندوق الوصف علشان لو كنت يبقى معاكي طريقتين للصدر الدائري. هستخدم خيط هو اليس بيبس كريم، وهو متوسط السمك، بس لو تخين قوي ولا رفيع يتناسب معاه، يعني لو خيط متوسط السمك ابرة مقاس 3، تمام كده. هعمل الصدر لحد سن سنة ونص، وممكن كمان يلبس سنتين. علشان تعملي الصدر الدائري محتاجة مقاس، تعرفي مقاس ايه بقى؟ تعرفي مقاس دوران الرأس، مقاس دوران الرأس، بس شوفي كم سنتي وبعدين تشتغلي عدد السلاسل على عدد السنتيمترات اللي انت قستيها دي. يعني انت مثلا تكتبي لي في التعليقات وتقولي مثلا انا عاوز مقاس الصدر الدائري لسن كذا، فهقول لك المقاس بسنتيمتر، مش هقول لك بعدد السلاسل، لان بيختلف في سمك الخيط وبيختلف في مقاس الابره وبيختلف الشغل من ايد لايد. يبقى احنا الاول حاجه عشان نعمل الصدر الدائري هنعوز مقاس دوران الراس. في طريقة تانية للقياس الصدر الدائري، ان بتحسبي بتيجي عند العنق، لو عندك البنت او الولد اللي هتقسيله الصدر بتيجي عند العنق مش الراس بقى، من فوق العنق نفسه، وبتقيسي كده السلاسل بتاعتك وبتزودي عليها 10 سنتي. بس انا ما بحبش الطريقة دي لانها مش دقيقة قوي، انا بحب مقاس دوران الرأس احسن، وفي جداول كتير بتبين لك مقاس دوران الرأس لأي سن، بس انا قلت حبيت اقول لكم الطريقتين يعني، وانت تختاري اللي تحبيها. بس زي ما بقول لك الطريقه الاولى اللي قلتها لك اللي هي مقاس دوران الراس احسن وادق من انك تاخدي مقاس العنق وبعدين تزودي 10 سنتي، لما تمشي بالعدد احسن. بعد ما ناخد مقاس دوران الراس بنعوز عرض الكتف، عرض الكتف، مقاس عرض ايه الكتف. وبعدين بعد ما المقاس التاني دوت هنعوز مقاس ثالث اللي هو طول الصدر نفسه. طول الصدر ده اللي هيحدد لنا حردة الابط. خلاص كده بعد ما ناخد الثلاث مقاسات دول نبدأ نشتغل. هنعمله مثلا، انا هعمل لمقاس سنة ونص، قلنا ايه هنعمله السن سنة ونص سنتين، ممكن يلبس لحد سنتين كمان. مقاس دوران الرأس للسن ده هيبقى 48 سنتي، 48 سنتي، فانا هعمل عدد من السلاسل لحد ما اوصل اقيس الاقي 48 سنتي. هنعد واحد، دي عدة بداية كده، واحد ده اليس بيبس كريم زي ما قلت لكم متوسط السمك، ودي ابره مقاس 3، بدايه خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة، يعني تبقى تبدأ تعملي بالسلاسل لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عاوزاه، واقول لكم كام سلسله. بعد ما تعملي عدد السلاسل بتبداي تقيسي وشوف وصلتي للمقاس اللي انت عاوزاه ولا لا. بعد ما توصلي للمقاس اللي انت عاوزاه نبدا بقى نشتغل الغرزه بتاعتنا. هنعمل ايه؟ انا عملت دلوقتي بالنسبه للمقاس اللي انا عاوزاه اللي هو لبس سنه لحد سنتين كده، عملت 60 سلسله. بعد كده بعد ما وصلت للعدد، بعد ما خلصت سنتيمترات خلاص هتبدأي، انا هشتغل بغرزة مثلا ايه العمود بلفة، فهرتفع 1 2 3، دول 3 سلاسل ارتفاع العمود، 1 2 3، هاجي في الرابعة هنا كده وهعمل عمود بلف الخيط واعمل عمود بلف. كده اول عمود. الغرزة اللي بعدها هعمل 2 عمود في نفس المكان، كده هبدأ تزايد من اول سطر، تزايد ده هو اللي هيخلي الصدر يلف معانا. يبقى انا ارتفعت 3 سلاسل، عملت عمود جنب العمود، عملت 2 عمود
ماشي في نفس المكان. الغرزة اللي بعدها عمود واحد بس، اللي بعدها هي عمود، اللي بعدها اتنين عمود في نفس المكان، يعني غرزة ما فيهاش تزايد وغرزة فيها تزايد، غرزة ما فيهاش تزايد وغرزة فيها تزايد، نفس المكان هعمل عمود كمان. اللي بعدها عمود واحد، اللي بعدها اتنين عمود في نفس المكان، كده عمود نفس المكان عمود كمان. وكده بقى السطر كله، كل السلاسل دي كلها هعمل بالطريقة دي، اللي هي ايه، غرزة فيها عمود واحد وغرزة اتنين عمود، غرزة عمود واحد وغرزة اتنين عمود لآخر السطر. كده خلصنا السطر الأول. تحسي بصي بدأ من سطر واحد بس يدينا الشكل الدائري اللي احنا كنا بنعمل في السطر ده. ايه كنا بنعمل؟ عمود اتنين عمود، عمود اتنين عمود. نيجي الدور اللي بعده، هرتفع اتنين سلسلة. ليه مش تلاتة؟ لان انا الارتفاع ده مش هحسبه عمود، الارتفاع ده مجرد ارتفاع بس. اتنين سلسلة، واحد اتنين، ولف الشغل اهو نفس المكان اللي ارتفعت منه ده، هعمل عمود كمان. يعني ارتفاع ما تحسبهوش عمود. هعمل ايه؟ هعمل سلسلة وهسيب الغرزة دي، واجي في الغرزة اللي بعدها اعمل عمود، هسيب دي اجي في اللي بعدها عمود، وبعدين سلسلة، وبعدين اسيب دي وفي اللي بعدها عمود، سلسلة، الف الخيط، اسيب الغرزة دي واللي بعدها عمود. سلسلة، الف الخيط، اسيب الغرزة دي واللي بعدها عمود، وهكذا بقى لاخر السطر. يعني السطر ده سهل قوي. عمود سلسلة، عمود سلسلة، وبتسيبي من تحت غرزة اهي، سلسلة، الف الخيط، اسيب دي، اسيب الغرزة دي، ادخل في اللي بعدها عمود، عمود بلف. لاخر السطر خلصنا السطر كله بالشكل ده. بعد كده هعمل ايه؟ هعمل سطر اعمدة زي ده. يعني بصي هو هيبقى سطر كده وسطر كده، سطر كده وسطر كده، لحد ما توصلي للمقاس اللي انت عاوزاه. هرتفع طبعا اتنين سلسلة اللي انا بعتبرها ارتفاع بس، نفس المكان هعمل عمود، فوق العمود ده عمود. دايما دايما طول ما انت ماشيه فوق العمود عمود، فوق العمود عمود. الفراغات بقى هيبقى فراغ في عمود مره، وفراغ مره في اتنين عمود، مره في عمود ومره في اتنين عمود، لكن فوق الاعمده دي بيبقى عمود واحد بس كده. يعني ده فوق العمود عمود اهو، الغرزه اللي بعدها هيبقى عمود واحد، فوق العمود ده ايه، عمود، الفراغ ده اتنين عمود، فراغ السلسله ده اتنين عمود، عمود اهو نفس المكان عمود كمان، نفس المكان فوق العمود عمود، فراغ ده عمود واحد. احنا قلنا في فراغ هيبقى في عمود واحد وفراغ في عمودين عشان ما تتلخبطيش، فراغ في عمود اللي بعديه في عمودين، ده في عمود واللي بعديه في عمودين، لكن فوق الأعمدة دي دايما عمود واحد اهي، عمود واحد، واللي بعدها هنا عمود. احنا كنا عاملين هنا في الفراغ ده ايه، عمود واحد، يبقى ده في عمودين، اتنين عمود. فوق العمود ده عمود، هنا عمود واحد، فوق العمود عمود، هنا اتنين عمود،
في نفس المكان. فوق كل عمود عمود، والفراغات دي ده يبقى في عمود واحد، ده يبقى اتنين عمود، ده عمود واحد، ده اتنين عمود، ده عمود واحد، ده اتنين عمود، لكن وكده لآخر السطر. والسطر اللي بعده هكرر السطر ده بالظبط، هنشوف مع بعض. كده خلصنا السطر التاني اللي هو كان عمود عمود اتنين عمود، يعني في فراغ. كل الأعمدة دي كلها أنا شغالة فوقيها عمود، قلنا فراغ فيه بيبقى فيه عمود، والفراغ التاني بيبقى فيه اتنين عمود، الفراغ ده فيه عمود والفراغ ده فيه اتنين عمود، عشان ما تتلخبطيش. تمام، بصي هو الشكل باين معانا اهو. كل الحكاية بقى هنكرر السطر، هنرجع بقى نكرر السطر ده تاني، هنرتفع اتنين سلسلة نفس المكان، هعمل عمود لان زي ما قلنا الارتفاع ده مجرد ارتفاع بس. بعد كده هعمل سلسلة، هلف الخيط، هسيب الغرزة دي ادخل في اللي بعدها اعمل عمود، سلسلة، هسيب الغرزة دي في اللي بعدها عمود، سلسلة، هسيب الغرزة دي اللي بعدها عمود. بكتب لنا رأيكم في التعليقات، وقولوا لنا مثلا الشرح كان واضح ولا يعني سهل وبسيط ولا ايه. سلسلة، بنسيب الغرزة دي واللي بعدها عمود، سلسلة، سيب الغرزة دي واللي بعدها عمود لآخر السطر. هو ده مجرد تكرار للسطر ده. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي هنكرر سطر الأعمدة. تمام كده، زي ما قلت لك هو السطر ده عباره عن تكرار سطرين، السطر ده والسطر ده، لحد ما توصل للمقاس المناسب. هنرتفع اتنين سلسله، نلف الشغل نفس المكان، هنعمل عمود، وفوق العمود بنعمل عمود، فراغ هنا عمود، فوق العمود ده عمود، مادام الفراغ ده عملنا عمود يبقى الفراغ ده ايه؟ اتنين عمود. نيجي فوق العمود عمود، في الفراغ ده عمود واحد، فوق العمود عمود، الفراغ ده ايه؟ اتنين عمود. فراغ اهو في اتنين عمود، وده في عمود، ده في اتنين عمود، يبقى ده في عمود. هفضل شغالة بقى كده، هيبقى هشتغل فوق العمود ده عمود، وهنا هعمل عمود، وهنا عمود، وهنا اتنين عمود، وبعدين عمود 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 اتنين عمود. يعني هتلاحظ ان في تلات اعمدة وبعدين اتنين عمود، تلات اعمدة وبعدين اتنين عمود. تمام كده، بعد ما اخلص السطر ده هبدأ برضو اكرر السطر اللي هو عمود سلسلة عمود سلسلة، وبسيب سلسلة من تحت، وبعدين اكرر ده، وبعدين اكرر كده لحد ما توصلي للمقاس المناسب. بس خلي اخر سطر يكون اللي هو سطر الاعمدة، يعني اخر سطر هتشتغليه ما يكونش سطر الفراغات، يكون سطر الاعمدة حسب المقاس بقى اللي انت عاوزاه. خلاص، بالنسبة للمقاس ده دوران الراس زي ما قلتلك، بالنسبة ده هيبقى عرض الكتف من هنا، وكده هيبقى طول الصدر زي ما قلتلك، اللي عشان يحدد لي حردة الإبط. يعني ما نيجي نعمله كده اهو، شوفوا جميل ازاي، سلام. طبعا السطر ده زيادة عشان لسه هنكمله اهو. ده دوران الراس، وده عرض الكتف اهو، الخيط ده عرض الكتف، وده المفروض هوصل لحردة الإبط مثلا ايه المناسبة. هكمل بقى بتكرار الأسطر دي لحد ما اوصل للمقاس المناسب، ونرجع مع بعض نشوف هنحدد الأكمام ازاي، والجزء اللي قدام والجزء اللي ورا. كده الصدر الدائري خلص معانا، وبالغرزة سهلة وبسيطة جدا، ومدية يعني هي غرزة بسيطة بس مدية شكل جميل قوي للصدر.
وكان سهل وبسيط زي ما شفتوا معانا، هو عبارة عن تكرار سطرين بنكررهم من غير أي تغيير خالص، سطر ده وسطر دوت، وبنفضل نكرر فيه بس لحد ما توصلي للمقاس المناسب. المقاسات اللي قلت لك عليها اللي هي دوران الرأس من هنا كده، وده طول الكتف اللي كنت بقول لك عليه في أول الفيديو القياس ده، وده طول الصدر. طول الصدر ده بتحددي بيه مقاس حردة الإبط من هنا كده، ده اللي بيحدد لك سواء بتقيس على الطفل او الطفله يكون موجودين قدامك، او على قطعه ملابس على نفس المقاس اللي انت بتعملي له الصدر. بتبداي تشوفي حاله الابط قد ايه وتقفي بقى لحدها، ده اللي بيحدد لك. بعد ما نوصل للمقاس اللي احنا عايزينه، وكمان تخلي بالك ان اخر سطر عندك يكون سطر الاعمده، حاول يعني يكون ايه سطر الاعمده احسن، هو يكون اخر سطر مش سطر الفراغات. بعد ما خلصنا دلوقتي عايزين نحدد الاكمام ونحدد الجزء اللي قدام والجزء اللي ورا. هنعمل ايه بقى؟ في طريقتين، زي ما في طريقتين للقياس في طريقتين للتقسيم، ان شاء الله هتكون سهله وبسيطه اهو. بص، هنجيب الصدر اهو، هنجيب القطعه دي والقطعه دي كده قصاد بعض، يعني كده قسمناه نصين، تساويهم حلوه قوي كده اهو، كده قسمناه نصين كده، كده نصين متساويين. بعد كده هنقسمه لاربع ارباع، هنجيب دي كده هنا اهي، والربع ده من هنا كده. ما تحطيش، ما تجيش تعملي دي وتحطيها كده، لا تلفي دي كده وتخليها الناحيه التانية كده. بقى عندنا اربع ارباع اهو كده. هنعمل ايه؟ هنجيب وحده القياس ونقيس، ما نقيس من هنا الحته اللي هي جايه دائريه كده، نشوف الحته اللي في النص تبقى مستقيمه شويه. هنبدا نقيس حتى تكون مستقيمة شوية، هتطلع معايا مثلا 20 سنتي. نص ال20 هبدأ برضو بوحدة القياس برضو، بعد ما قسنا المقاس انت عاوزاه، يعني طلع معاكي 18 طلع معاكي 16 اي حاجة بقى، هتبدأي تشوفي نص مثلا، احنا قلت 20 طلع نص ال20 كام؟ 10. هنيجي عند المنتصف بتاع المقاس بتاعك، النص بتاع المقاس اللي انت خدتيه اهو، وتبداي تحطي علامات هنا تحت، الربع ده مع الربع ده، ظبطي هنا كده، هناخد الربعين دول مع بعض، وهناخد الربعين اللي تحت مع بعض برضو على نفس الخط كده، على نفس المقاس. تمام، هتلاقي ان انت كده حددتي اهو الجزء اللي قدام، وادي الجزء اللي ورا اهو، ودي مناطق الاكمام اهي واهي بالطريقه دي. لكن الطريقه دي مش دقيقه قوي، لان احنا زي ما شفتي عشوائيه، بتعتبر بالمقاس كده بس، وتبداي انت تخمني مكان الاكمام من هنا ومن هنا. هي طالعه مظبوطه اهي وكل حاجه، لكن ممكن تتلخبطي فيها. بصي هي طالعه مظبوطه والمقاس مظبوط، اللي قدام قد اللي ورا والاكمام قد بعض اهي بالظبط، لكن ممكن تتلخبطي بيها. لكن الطريقه الثانيه اكتر دقه، وانصحك انت لو عملتيها، لو اشتغلتي صدر دائري تمشي بالطريقه الثانيه افضل. ايه هي بقى الطريقه الثانيه؟ نشيل العلامات دي الطريقه الثانيه. احنا عندنا الصدر اهو، هنبدا ان احنا نعد صدر السطر الاخير ده كله، نعد الغرز بتاعته ونشوفها كام. بعد ما نعرف عددها نبدا نقسم العدد ده على 4، زي تقسيمه الصدر المربع بالظبط. دي اكتر دقه، لانك بتمشي بالعدد مش بتمشي عشوائي كده. طيب انا عديت دول كلهم طلعوا 210، لان طبعا احنا زودنا، كنا بنزود كل سطر، فالتزايد وصل معايا في الاخر ل 210. هاخد ال 210 دي اقسمها على الاربعه، هتطلع مثلا 52.5، يعني في غرزه زياده. غرزه زياده دي طب انا اعمل ايه؟ يعني هو طلع معاك عدد زوجي خلاص، يعني 52 52 52، خلاص كده مفيش مشكله. طب طلع معاك غرزه زياده، الغرزه الزياده دي حطيها في اللي قدام هنا او في الظهر، يعني في الصدر من قدام او في الظهر، لكن ما تحطهاش في مكان الاكمام. تمام، لكن لو طلع العدد مظبوط زوجه خلاص قسميهم. يبقى احنا هنقسم دلوقتي 52 52 52 52 54، لكن ال 52 الاولانيه هنقسمها، ليه؟ عشان الجزء بتاع الظهر مقسوم زي ما شايفه كده، فنص ال 52 هعمله من هنا ونصها هنا. هوريك ازاي دلوقتي، هقسم واوريها لك.
كده قسمت الصدر بالشكل ده أربعة هم. ازاي بقى؟ سيبك دي هقولك بعدين. دي 52، دي 52، دي 52. ال 52 الرابعة مقسومة هنا وهنا، فنصها هنا ونصها هنا، يعني 26 هنا و26 هنا. 16 نص ال 52 كام؟ يبقى 16 هنا و16 هنا. المهم يبقى ال 52 الرابعة بتقسميها نصها هنا ونصها هنا علشان تكمل كده. بصي هي كده تبقى كملت كده. يبقى دي 52، الجزء ده مع الجزء ده على بعض 52، 52، 52، 52، هيطلع كده المقاس مظبوط. هتبدأي بقى اهي، هتجيبي دي على دي، بصي مظبوط قصاد بعض بالظبط، دي منطقة الأكمام. هنشتغل عادي زي الصدر الدائري. يعني أي عدد عن مثلا طلع 60، هتقسمي 30، 30، 30، 30. ال 30 الأخيرة هيبقى فيه 15 الناحية دي و15 الناحية دي، عشان تبقى واضحة يعني الطريقة ولا إيه. هترفع 2 سلسلة، دي تعتبر ارتفاع بس. ألف الشغل نفس المكان، هعمل عمود، هشتغل فوق كل عمود عمود لحد ما أوصل لمكان الغرزة. اشتغلت فوق كل غرزة عمود، في كل عمود عمود، ما فيش تزايد ولا حاجة، صدق ده ما فيهوش تزايد، لحد مكان الغرزة بشيل الغرزة واعمل مكان، قصدي بشيل علامة الغرز، يعني وصلنا لحد الغرزة اللي فيها العلامة، بشيل العلامة واعمل مكانها عمود. دلوقتي عايزة او اعمل بقى منطقة الأكمام، فانا هوصل بالحتة دي بالحتة دي كده. فدلوقتي احنا عايزين لو انت وصلتي على طول، يعني انت دلوقتي عملتي العمود ولفيتي الخيط ودخلتي هنا كده على طول، عملتي العمود الثاني اللي تحت القبط كده مش هيبقى مرتاح، هيتحس الطفل يعني بيبقى ضيق كده والطفل مش مرتاح. فاحنا عايزين نوسع المنطقه ويبقى من تحت يعني حرده الابره دي تبقى مظبوطه ومقاسها مظبوط. فهنعمل 3 سلاسل، 1 2 3. دي الثلاث سلاسل دول هو حاجه بسيطه اهي، بس هتوسع وهتخلي حاره الابط مرتاحه قوي. هسيب كل الغرز دي كلها وهاجي هنا. بص انا ماشيه على نفس الاتجاه اهو، مش هاجي بقى من ورا كده وتروحي داخله، لا من نفس السطر من قدام كده. هاجي هشيل، هتغاضى ده كله، ده كله مش هشتغل عليه، مش هشتغل عليه، وهاجي هنا اشيل العلامه وهعمل مكانها عمود. بس كده حددنا الايه الكم الاول بكل سهوله اهو. وطبعا لما تيجي تشتغلي بقى بعد كده تكملي بقيه الجاكيت او بقيه الفستان، هتشتغلي فوق الغرز دي غرز عادي، فوق الثلاث غرز دول غرز عاديه خالص. دي مجرد احنا وسعنا بس شويه عشان يبقى مرتاح. هنمشي بقى دي بقى، هنمشي فوق كل عمود عمود لحد ما اوصل للعلامه الثانيه. فوق كل عمود عمود زي ما قلت لك، فوق كل عمود عمود واحد، لان احنا خلاص حددنا الصدر فمش محتاجين التزايد في حاجه. اشتغلت فوق كل غرزه، بس ده الكم الاولاني اهو، فوق كل غرزه عمود، ده المفروض اللي هو صدر من قدام لحد ما وصلت للماركر اهو، العلامه في الاخر هشيلها وهشتغل مكانها عمود. عايزه احدد الكم الثاني، هبدا اعمل 1 2 3 سلاسل واسيب ده كله ده كله ده كله اسيبه، واجي لمكان العلامه الاخيره ديت واحط اعمل عمود. تبقى كده حددت الكم، كده حددت الكم الثاني معايا. شوف بمنتهى البساطه اهو، سهل وبسيط جدا. يعني انت بعد ما توصلي تعملي تزايد وكل حاجة وتوصلي شكل الدائرة، تبدأي تقسمي تقسيمة الصدر المربع بكل سهولة. وممكن عايزة توسعي كمان ويبقى مرتاح أكتر، بدل ما انت عاملة عمود واحد هنا هتعملي 2 عمود جنب بعض، وبعدين 3 سلاسل و2 عمود جنب بعض عشان توسعي وتخلي حالة الإبط مرتاحة. لو الطفل أو الطفلة مليانين شوية ممكن تخلي السلاسل ديت لحد 5 سلاسل، لكن ما تزوديش عن كده. هعمل بقى فوق كل عمود عمود لما اوصل لاخر السطر. المفروض ده الجزء بتاع الظهر اللي انا بشتغل فيه دلوقتي، ده اللي هو الجزء بتاع الظهر بيبقى مقسوم 2. كده خلاص حددنا منطقة الاكمام، يبقى ده المفروض الظهر اهو. لو انت تعملوه فستان
لكن لو هو جاكيت هتسيبيه مفتوح كده، يبقى ده اللي قدام. يعني هو ظهر لو هتعمله فستان، يبقى من قدام لو هتعمليه جاكيت. لو انت هتعمله فستان هتبدأي تجيبي، هتقفلي طبعا المنطقة دي، هتدخلي هنا كده وتقفلي بمنزلقه خلاص، وتكملي بقى الشغل الغرزه اللي انت بقى عايزه تعمليها. وزي ما قلنا هتشتغلي فوق السلاسل دي عادي، وده ما يدور بقى. لو انت هتعمليه جاكيت هتبداي شغاله بقى ايه كده لحد هنا، كده لحد هنا، يعني مش هتقفلي. اهو زي ما شايفين كده حددنا اهي منطقه الاكمام وخلاص. بس ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون الشرح كان سهل وبسيط. واكتبوا لنا في التعليقات وقولنا رايكم. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.